كان عام 1407. طبعا فيه وسيلة النقل، كان في باصات، وذاك الوقت باصات قديمة التكييف. وطبعا الرواحل الحاد فيه شوية نوع من المشقة، ولا قبلنا حصلوا مشقة أكثر وأكثر. عشتم معنا هذه اللحظات الروحانية العظيمة في عرفات الله، ولكن ولله الحمد الإنسان ما دام هو متوجه إلى، أنا أعتبر رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، فهم الحاج أن يرى نفسه في بيت الله الحرام ويؤدي المشاعر الواجبة عليه، فيكون في قمة سعادته. كل يوم هو في شأن. طبعا ديك سنين كانت الحياة شوية فيها نوع من الصعوبة في التنقلات والذهاب من مكان إلى آخر، ولكن الحاج لا يفكر في الأشياء هذه كثير ما يفكر على أن يؤدي الفريضة بيسر وبراحة نفسية، وهذا المبتغى.